طب افرض انها قالت لي زوجتك نفسي وانا قلت قبلت في امانة الله وما فيش شهود، يتعلق العقد ده 3 ايام، 3 ايام، فاذا لم يشهد عليه الشهود لازم نعيده تاني. يعني ممكن كده طبعا احنا عاملين حلقة عن الزواج العرفي، ولكن ينفع لا يجوز لا يجوز له الدخول بها الا بعد الاشهاد. يعني هما بس اتجوزوا التلات ايام دي فيها ايه؟ التلات ايام انها ما تروحش تتجوز حد تاني، التلات ايام ان هو لو كانت دي الرابعة ما يتجوزش الخامسة، التلات ايام دول بس لسه عايز الايه؟ عايز الشهود، ده صحيح. مذهب الامام مالك. لكن اكتر من كده لا ما ينفعش. مضت التلات ايام عملوا كده يوم جمعة وبعدين سبت حد اتنين، التلات الصبح ما بقتش مراته، ما بقتش مراته، طب بقت مطلقة؟ لا، الزواج معلق، ده خلاص هي اصلا الزواج ما انعقدش. طيب هي كده تتحسب من الطلقات؟ لا ما تتحسبش من الطلقات. امال ايه اللي فكها؟ عدم الاشهاد خلال الثلاث ايام. طب ولو اشهدوا في اليوم الرابع؟ ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش، لازم تقول مرة تانية زوجتك نفسي قول قبلت. نعم، هي حرة بقى بعد الثلاث ايام، هي اصبحت حرة تفعل ما تشاء في نفسها ويفعل ما يشاء في نفسه. اي سبب اخر الاشهاد وهكذا. يعني في احكام، ادي الفرق ما بين الحلال والحرام. الاحكام اني بقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير وهكذا. نعم، بارك الله فيكم. ان شاء الله هيكون في حلقه الاسبوع القادم مخصصه عن مساله الزواج العرفي باذن الله، يبقى احسن نتبحر فيها باذن الله ان شاء الله مولانا.